الهدف منه هو في لجنة تأثيرية صادة على أساس أنها بتدير قرار تبي تلغي الشركة أو بتحلها. فالأمر هذا غير صحيح، ولو الوقت الحالي توا وقت الأمور الصراعات السياسية تجاذبات، لهذا احنا طرقنا جميع الموانئ بالكامل، استدعيناها بالكامل من زوارة للطرابلس للخمس للرصنوف لبريقة بنغازي درنا طبرق، عرفت ولا؟ وجينا هنا قعدنا تونا يومين او ثلاثة واجتمعنا وناقشنا، من فضل الله سبحانه وتعالى لقينا الموني كلها يد واحدة تنبذ هالخلافات وهالمشاكل السياسية هذين. لهذا نحن ما عندناش رأي بعد اجتمعنا كله بالكامل، إلا بقى الشركة ما هي عليه.